دخلت يعني على عرب ايدل وبعرف انه في منافسه ومنافسه السنه كثير قويه، بس بنفس الوقت انه العلاقه اللي بدي اعمله وانا وصلت لهالمرحله هاي وتعبت لاوصلها هاي المرحله ما بدي اضيعها. معك بس دقيقة ونص اللي تبرز فيها كل إمكانيات صوتك، أنا راح أبذل كل ما عندي، راح أعطي كل ما عندي، راح أدرس كل عربة بعملها عشان ما أغلط وما أترك المجال للجنة الحكم إنهم يحكوا إنه هون غلط، راح أكون يعني درسها 100%. وإن شاء الله يا رب ما تخيب ظني ويا رب ما تكسفني، أنا اللي علي بدي أعمله وزيادة كمان، وبدعطي كل ما عندي. الشمس قد قسمت نصفين لي ولها. الله عليك دخول عظيم. الشمس الله عليك خرج. الشمس قد قسمت نصفين لي ولها. النور في خدها والنار في كبدي. مش معقول هالصوت. النور في خدها والنار والنار في كبدي. الله عليك يا سلام. أويل 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 أويل. أمي العيون السود ما جوز أننا. أمي العيون السود ما جوز أننا. خديتش القمر وأنا تريق منها. خديتش القمر وأنا تريق منها. أمي العيون السود ما جوز أننا. أمي العيون السود ما جوز أننا. خديتش القمر وأنا تريق منها. احسنت شهاده يا شكرا. الحمد لله انا مبسوط من اللي قدمته ونشكر الله و يعني كثير كنت انتبه على الرياكشن للجنه مبسوطين ونشكر الله ما ضاع تعب. احنا كنا نحضر عرب ايدل على التلفزيون ولا دول بتسلوا، بس احنا عن جد بنتعب. لو اللجنة ما اعطتني نتيجة ولو ما انقبلت لللايف انا بالنسبة لي مبسوط. انت شو جاي تعمل هون؟ جاي اخذ نتيجتي. ما انت من امبارح لازم تكون عارف نتيجتك. مبروك تأهلت معنا. بديش اقوم عن الكرسي كنت. تأهلت معنا لللايف. رح نشوفك باللايف. انت صوتك كثير حلو وتستحق التأهيل. شكرا الحمد لله. شكرا كثير لكم. انا صراحه هلا جواتي طاقه رهيبه، هاي الطاقه راح اكيد احطها في العروض المباشره وراح اقدم احسن ما عندي. حان وقت التصويت في عرب ايدل. صوت الان للموهبه المفضله لديك. 25 يعقوب شاهين.